ماشيني حاله. لك روق لك ابني، اللي شو فيه؟ ولا هذا اللي اسمه ابو عصام اللي عامل لي فيها وطني؟ دوز كلامك ابو ضاي احسن ما اقطع لك لسانك. ها انت ابنه معتز مايك؟ انت اللي عواطلي طول نهارك وبالليل عامل لي فيها ابو ضاي؟ غصب عنك ولا؟ انا مالك انا مالك روق. قلي لك ابني بالمختصر بالمختصر، عندك شو بدك؟ بدي ابو عصام، ابو عصام اللي حرمني من شوفه ابي وطلع بوراقه من المشفى. ضايق عمي، بدي اقطعه بايدي هون بنص حارته اللي عامل لي فيها زعيم. اهدى، قلنا مين ابوك لحتى نفهم شو الحكايه؟ انا عملت حسين الدوماني واسمي هلال والندل ابو عصام طلع بوراقه ابي. رد اطلع 60 ندل، انا ابو عصام ولا واك واك ولك. قسما بالله لو مالك دايس بساطنا لنساويك فرشه يا واطي. ما حدا منكم بيتدخل. ها انا بدي هذا الندل ابو صرمائي. اطلع 60 ندل. لا حدا يطلع، شكل علقانة برا علقة كبيرة. ها لك شو بدك يا انا ما نطلع؟ فوق اللي سووه معنا اهل الحارة. بدك يا انا ما نطلع؟ لا شو هالحكي اللي بتحكيه يا سمعوك؟ لك يا عمي الله يوفقك، بجوز الفرنساوي يكون برا، ان شاء الله لا حدا يتحرك. الله اكبر. معقول يا رجال؟ معقول نضل هيك؟ معلوم ما رح تضلوا، يلا روحوا. انا رح اروح. جانو بضلوا معك عدنان، انت ما بتقدر تمشي، وفوق هيك ما بنعرف شو رح يصير. رح تروحوا اثنيناتكم، بعدين شو رح يصير لي؟ هاي زعتر معي، يلا تحركوا. يلا يلا تحركوا. يسر يا رجال يسر. الا بالله خلينا يطلع شوف شو فيك. ما ان شاء الله عمي. لك عمي هيك ما بيصير. ان شاء الله عمي ابو عصام، هدول مستقصدينك لك انت. لا قوه الا بالله. صلي على النبي عمي ابو عصام. روق عمي روق. ولا زعيمكم هرب؟ لك يا باطل خلص خلص. ما قلت له بيحضر ابو جوده تقول له بيخلص. اسمع هلال،
بسمع صوتك ولا بحرف، فهمان؟ لا سيدي، بدي احكي. انا ما اجيت على هي الحاره لحتى اخربها واضرب رجالها هدول اللي واقفين وراك مثل الحريمات. خلاص منهم. انا اجيت مشان سلمه واحد بس، هو ابو عصام، بس هن تدخلوا وحاولوا يدافعوا عنه، اما كانوا نصيبه. خلال انت شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ حرمني من شافة ابي، حرمني من جنازة ابي، زوروا راه ابي وطلع فيهم من المشفى وعاونته حرمته العوينية. ومثل ما بتعرف ابو جدد، حرمته كانت ضابطة فرنسية. ولك خلص شغلنا، ما خلصت ولكن خلص خلصنا بقى محتل شباب. حاجتك قررت تدخنتها، صار لي كذا يوم وانا ساكت عنك. قول معلشي، بلكي بيتربى بلكي بينا، انت الظاهر ما عم تقنع. تفضل احكي يا ابو جوده، نورنا لشوف احكي. لا يعلى صوتك، ما بدي اشرح غسيلك هلا، مو وقتها، بعدين بنحكي. اسمع هلال، انا يعني ما راح اعمل لك مشكله هلا، ما ادير وضعك وما ادير ظرفك، بس بدي لك يا اوعك تجيب سيره المرحومه مرت ابو عصام. الشغله الثانيه بدك تنفذ هلا وبالحال، تاخذ رجالك تطلع برات الحاره، تحرك. انا ماني طالع من هون لحتى يجي حدا من الكباريه يحكي معي وياخذ لي حقي. لك يا ابني شو حقك؟ بدي اياكم تحاسبوا لابو عصام وتسالوه ليش هيك عمل معي، مو حرام؟ ولك شو بدك انت؟ بدك تحاسبه على شو بدك تحاسبه؟ على اللي عمله سيدي، على اللي عمله. لك يا ابني قصور الشر وتعال نقعد النظافه ونحكي، بلكي انت غلطان. لك هذا الفرنساوي عم يشتغل فينا. لا تؤاخذني يا اخي، الفرنساوي ما عم يشتغل فينا، نحن عم نشتغل ببعضنا. ليك ابو عصام، الفرنساوي قال له يصور وراء ابي ويطلع فيهم من المشفى. شو هلال؟ اسمع بقى، كلمه واحده ما في غيرها، خذ رجالك واطلع برات الحاره. شو جد؟ تفضل يا ابو صافير. من بعد اذنك بدي احكي كلمتين. ايه احكي، تكرم عيونك. لك هلال، انت شو عرفك انه ابو عصام طلع بوراء مزوره؟ هيك قالوا لنا بالسجن العسكري. ايوه، وهلا شو بدها؟ بدي اخذ حقي من ابو عصام، وبدي اعرف وينه ابي، مو هو اللي طلع بورا ابي؟ لك ابي وين ابي؟ روق لك ابني وهدي وخلينا نحكي. اسمعوا كلياتكم، اذا بدكم كف بلاي عنكم بتعطوني ابو عصام. ماشي ماشي، بس خلينا نحكي، وبتسمع من تم ابو عصام. عمي انا لا بدي اقعد ولا بدي احكي. وحد الله يا رجال، شبك خلاصته مثل ما عملكم، انا هيك بدي، وبتخبروا له هذا الندل. ايوه ذا المعروف، خلصنا معك. حركة حركة شو سد عصام؟ اكيد عزه افندي. وين السيد الوالد ابو عصام؟ ما بعرف ابو جوده، ما بعرف. ليكي لك وين انت؟ وينك هلا؟ شباب حشروني بالشامية. اذا هن انحشروك انت بتنحشر؟ شو يا نبي خالي؟ سمع نقطة الثانية. خلصنا انت وياه، طالما انفضت المشكلة نحن ما عاد لنا شغل. السلام عليكم. مع السلامة. الله يستر. حاضر سيدي. حرك حرك. شرفوا يا شباب، شرفوا على المضافة، نحكي لنا كلمتين. شرفوا لنشوف. شرفوا يا شباب.